اهلا وسهلا. ايوه، السلام عليكم. عليكم السلام، اتفضلي. بصي، كنت عاوزة اسأل عن حاجة. بس انا اهل جوزي على طول في ظلم معايا، يعني ظالميني كتير قوي في حياتي انا وولادي واهلي وكده. فهم في نفس الوقت يعني بيجي عليهم مثلا في يوم في شهر رمضان كده، بيعملوا مثلا فطار للناس وكده، ويعني معرفش بقى هم من قلبهم حاجة لله ولا لا. فكنت عايزة افهم بقى، هو يعني ربنا هيعاقبهم على ذنبهم ليا ده، ولا عشان هم بقى بيعملوا حاجات كده لله فمش هيتحاسبوا على الظلم ده؟ بيعملوا ايه اللي مش فاهم؟ يعني مثلا بيعملوا فطار في رمضان للناس يعني كده، ايوه، بس هم ظلمهم ليا يعني اشد واقوى، يعني كل الناس تشهد على كده. هم وعندي يوم سؤال هيقربوا تاني. لها ايه؟ هم اهل جوزك بتقول؟ اه، اهل جوزي. اه، تمام، ماشي يا حبيبتي. اهل جوزها بيظلموها، يظلموها. بس هي بتشوفهم مثلا ان هم في رمضان بيعملوا مثلا خير او يعملوا افطار او اطعام او حاجات كده لله، فهي بتقول يعني هو ربنا يقبل منهم كده وهم بيظلموا. احنا نقول يعني للناس او لامثال هؤلاء، يعني اصلحوا ما بينكم وبين الله، واصلحوا ما بينكم وبين العباد. بمعنى ان انا كتير جدا بنلاقي الناس تصلي والناس تصوم، ومع ذلك اللي بيصلي ويصوم تلاقيه اكل للحقوق، وتلاقيه ماسك المصحف وظالم وبيحافظ على الصف الاول وتلاقيه بيرتشي. حاجة محزنة. لذلك هي مش العبرة بالمصحف أو العبرة ولكن العبرة بالآية التي تغير الخلق. مش العبرة بأن أنا أمسك المصحف من الجلد للجلد وأقعد أقرأ خاتمة واثنين وثلاثة وأربعة وأنا ظالم، مثلا حما ظلمة مرات ابنها، أو الزوجة ظلمة حماتها، أو الظلم اللي موجود ومنتشر والناس بتستسهل الظلم. ده لو بغى جبل على جبل لدك الله الجبل الباغي. صخرة. ذلك لو جبل بغى على جبل، ده يوم القيامة من حب الله سبحانه وتعالى للعدل وجعله في الأرض، ولكن الناس يغفلون عنه، يغفلون عنه. أن الشاه القرناء، الشاه الجلحاء، تقتص من الشاة القرناء يوم القيامة. يعني لو حاجة عندها قرون كده وضربت حاجة ما عندهاش قرون بيتخانقوا، ودي حيوانات. الله سبحانه وتعالى يجعل هذه الشاة التي ظلمت تقتص من هذه الشاة، مع انه ما فيش جنة ونار ليهم، ده في الاخر كونوا ترابا خلاص. ماشي، ولكن ده يدل على ان الظلم ده الناس بتستسهله. ان انا اظلم جاري، ان انا اظلم حد من عندي، ان انا اظلم قريبي، ان انا اظلم احد ابنائي، ان انا لا يا جماعه، الظلم ظلمات يوم القيامه، والظالم يقبل الله سبحانه وتعالى دعوه المظلوم عليه ولو كان غير طائع. قالوا ولو كان كافرا. الكافر على فكره دعوته لو ظلم وظلمه انسان مسلم ودعا عليه استجاب الله له. قالوا لانه لم يعلم احد، او لم يعلم احدا ينصره الا الله، فلجأ الى الله سبحانه، فالله ينصره. لذلك الظلم ظلمات، سواء القريب، سواء الزوج لزوجته، ولا العكس، ولا الظلم المنتشر بيننا واكل الحقوق لابد ان نقلع عنها. طيب احنا عندنا فاصل ونروح للفاصل مشاهدينا، ونرجع مره ثانيه نكمل حلقتنا، خليكم معانا. رمضان يا شهر العبادة، طاعتنا سر السعادة، اقبلنا يا الله.